شبه الذين يجتمعون الحين. هذا حفل إفطار الذي ينظمه قسم العلاقات الدولية في إطار فضائه الدبلوماسي هو حفل إفطار سنوي بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث يتم استدعاء مجموعة من السفراء أو الوزراء المفوضين في بعض السفارات أو المسؤولين الدبلوماسيين في بعض السفارات، والهدف منه هو التواصل مع السلك الدبلوماسي، التواصل مع حزب العدالة والتنمية، وفرصة كذلك ليس فقط الإفطار فقط ولكن لتبادل البعض وجهات نظر حول مجموعة القضايا الوطنية والدولية الراهنة، وهو فرصة كذلك ليعبر حزب العدالة والتنمية على أنه تبقى في آخر المطاف أن العلاقات الإنسانية يجب أن تظل قائمة بين كل العاملين في العمل الدبلوماسي. ونعتقد أنه الطريقة التي نشتغل بها أننا نستدعي بعض السفراء والمفوضين ليس فقط من سفارات الدول الإسلامية الأجنبية ولكن كذلك من طرف كذلك بعض الدول الأجنبية الغير إسلامية التي تحتفل كذلك معنا برمضان وتحتفل بهذه الطريقة. وشكراً.